بنت بتقول انا بنت عمر 16 سنة، امي وابي بقى قديمة عايزين يجوزوني ابن عمي، وفي نفس الوقت يبقى ابن خالتي. يعني الاب ده ابن اخوه والام يبقى ابن اخته، وهو يبلغ العمر 33 سنة وهي عمرها 16، يعني فرق 17 سنة. يعني يطلع المعاش ممكن لسه كتكوت الغندور تكتكوت. بتقولوا انا في الثانوية العامة ومتفوقة في دراستي وعايزيني اقعدوني من التعليم، يقعدوهم التعليم ويجوزوها الوقت، وانا لا احب الا مجرد اخلي. ارجوك سعد. وكتب نمر التليفون انا مستعد اكلم والدك، بس على الله يقول لك انت اشتكتيني للبابا ويرنك على الأنظيفة. ما تخافيش علقة تفوت ولا تتجوزيش. نحاول نتصل بيه.